كان ممكن يصنع على بس التوفيق بقى، التوفيق وعدم التوفيق في كرة القدم شيء مهم. تقييم حضرتك للحكم الليبي ايه؟ لا دون لا، المباراة كبيرة عليه جدا ومن كبير. اول دقيقة متنشن ومباراة كبيرة عليه جدا. فريق الشباب فريق كبير جدا، فريق الزمالك فريق كبير جدا، كان لازم يكون حكم عربي مميز. ما ينفعش المباراة تكون كامل الانذارات، ادى انذارات بدري جدا لنادي الزمالك، لعيبة الزمالك للزمالك خوفهم وبعد كده خوفهم، بعد كده بدا يدي تاني بمعادله للاعيبه الشباب وخبرها، يكون في احتكاكات اكتر ما حسمهاش بدري جدا. حاجات كتير قوي الحكم النهارده، ومتنشن ومتعصب بطريقه غير طبيعيه. المفروض الحكم يبقى اهدى شويه، عنده روح قانون، عنده روح قانون. فاول في نص الملعب بتدي له فاول ليه؟ البكره بتاع بتدي له فاول ليه؟ نعم. فلكن الزمالك عنده خلاص انتقلت الحاله من الشباب، يعتبر ضمن لان فريق الاتحاد فريق هو حصلت المجموعه الاتحاد من السيري برضه النصر. النهارده اتمنى ان النصر ما يحملش اهداف زي الزمالك 4 اهداف، لان دي بتدي اتشانس للزمالك في التعادل. طيب بتدي اتشانس للزمالك. طيب دلوقتي شايف ماتش يوم الخميس الجاي امام النصر، ايه الوضع؟ تقييم حضرتك لهذه المباراه؟ النصر اصعب اعلى بكتير جدا من الشباب كامكانياته النهارده، واسم تقيل في الدوري السعودي، وفريق له جماهير اكبر جماهيريه في السعوديه ونادي النصر، من اعلى الجماهير ومن على الصيدات بتاعته. فمباراه صعبه، لكن الزمالك بطريقه فنيه امكانياته الفنيه عاليه جدا، عندنا بدلاء كويسين جدا، عندنا نقدر تقفيل الجيم. اهم حاجه ان احنا ما نتغلبش ماتش النصر، بس بعد النتيجه بتاعت النهارده. فعندك لو عدت الاربعه هيبقى الماتش هيبقى صعب عليك جدا، لازم تكسب بلا جدال، وده بيحطك تحت ضغوط جامده جدا. لكن النصر مش الفريق اللي هو اللي ما نقدرش نكسبه كفريق زمالك. لو حضرتك النهارده كابتن احمد، وانا يمكن اداء الزمالك النهارده عجبني بصراحه الشوط الثاني، وحييت اللعيبه الشوط الثاني، وقلت سوء الحظ انهم ما سجلوش، على الاقل كانوا يخرجوا بالتعادل النهارده نادي الزمالك. ولكن تتوقع لو حضرتك مدرب نادي الزمالك، مدير الفني، عندك رونالدو، وكمان في توقعات انه كمان مانيه هيلعب الماتش ده يوم الخميس، مين يمسك مين ومين يلعب بمين؟ كل اللعيب يمسك اللعيب اللي ناحيته، ولا في لعيب ده كان زمان بنعملها الاهلي زمان ايام ما فينش سرعه، اما شرطه كان بيمسك مان تو مان فاروق جعفر او بيمسك علي خليل، دي مش موجوده في كره القدم مان تو مان. رقم واحد اللي يجي لك هو اللي تستقبله، هو اللي تعمل عليه ضغط، هو اللي تقفل مع بعض. انا جيري رونالدو هستقبله ازاي؟ رونالدو هستقبله ازاي؟ هستقبله بالضغط الجماعي، مش بالضغط الفردي. والحقيقة مش هقدر اخصص لعيب. النهارده كره القدم بتنتقل الضغط الجماعي من الاطراف ومن في نص الملعب، مجموعات بتضغط مع بعض. حتى النهارده لو طلعت فريق الشباب قدر ينجح للزمالك، دي مقفل جامد جدا على الزمالك. ما كانش في حد مع زيزو لوحده، وما حدش مع شيكابالا لوحده، لكن التكتيك اللي بيجيله هو تكتيك جماعي، وبتقفل بطريقه جماعيه. اوعى تعمل الفردي ده، الفردي ده هيبقى اخطر حاجه، ولا تخاف من اسم نجم، واخد بالك حضرتك. لكن النهارده لما اللعيب بيعدي، ماني بيعدي بيلاقي اللعيب اللي وراه بيضغط عليه، بيعدي يلاقي اللعيب اللي وراه بيضغط عليه. لكن النهارده كله بيعتمد ان مثلا دونجا هو اللي ماسك ماني وعدى منه، فكله يقعد يتفرج عليه. لا، الضغط بيبقى ضغط جماعي، وده في كرة القدم. احنا الاهلي كسب ريال مدريد قبل كده، واحنا منتخب مصر كسبنا ايطاليا وكسبنا، صحيح، تعادلنا مع البرازيل، وكنا نتعادل مع البرازيل. كرة القدم ما فيهاش المستحيل. عندنا بس النهارده يركزوا كويس جدا على فريق النصر بعد المكسب. لو كسبوا النهارده ما يبقاش مكسب عالي، يبقى عندك فرص كويسه جدا، وتقدر تقفل، وتقدر عندك هجمات مرتده كويسه جدا. لكن بس توظيف اللعيب. كابتن احمد، خلي حضرتك معانا الكابتن جهاد جريشه، الحكم الدولي السابق. كابتن جهاد، اولا مساء الخير.